النهاردة آخر يوم في عام المرأة اللي أطلقه سيادة الرئيس السيسي، الكلام ده الأول مظبوط ولا لأ؟ طيب الحسابات الحسابات صح من 8 مارس ل 8 مارس، مظبوط. بس خليني أقولك إن سيادة الرئيس لما أطلق عام للمرأة، يعني 365 يوم بتشتغل عليهم كل أجهزة الدولة لخروج يعني المرأة المصرية أو للعمل على تمكين المرأة المصرية بصورة مختلفة، كانت الفكرة إن إحنا بنفتح ملفات ولكن العمل لا ينتهي. يعني بتفتحي الملفات كلها في عام المرأة، بتحطي إيدك على كل الجروح أو كل الملفات الساخنة زي ما بنقول، ولكن العمل مستمر من 8 مارس. تركيز على القضايا يعني. تركيز على القضايا، فتح ملفات يا دكتورة بسمة، لأن كان مهم جدا أولا يبقى عندنا سياسة واضحة للعمل على ملفات كل ملفات المرأة. فخرجنا استراتيجية المرأة 2030 اللي هي في إطار رؤية مصر 2030، كانت ميزتها ان انت بقى عندك ملفات خاصه بالتمكين الاقتصادي، التمكين السياسي، محور للحمايه، محور السياسي ووصول المراه لمواقع اتخاذ القرار، والتمكين الاجتماعي ايضا. وفي كل دول عندنا ملفات خاصه بالتشريعات. يعني قصد حضرتك انه احنا فتحنا الملفات دي وهنستكملها وحطينا سياسات. يعني فتحنا الملفات وحطينا سياسات، السياسات للأربع محاور موجودة. أيوة، أهم الملفات دي إيه؟ الأهم الملفات عندك تمكين اقتصادي، تمكين الاقتصاد ملف مهم جدا من أول يعني السور الرقم القومي لغاية لما يكون السيدة عندها مشروع أو عندها سيدة أعمال أو شمول مالي زي اللي احنا بنعمله مع البنك المركزي. عندك محور الملف الاجتماعي، المرأة المسنة، المرأة المعيلة، المرأة ذات الإعاقة، المرأة الريفية، المرأة اللي في مناطق نائية، كل الحماية الاجتماعية الخاصة بملف المرأة أو محور التنمية الاجتماعية. عندك الملف تمكين المرأة والسياسي ووصول إلى مواقع اتخاذ القرار. طبعا احنا في عام المرأة بقى عندنا 20% نسبة المرأة في الوزارات، عندنا وزيرتين. صعبة جدا. احنا في قمة السعادة، عندنا وزيرتين. انتصار. لا جدا، لان احنا كنا بنتحرك دايما لا اما في ثلاث سيدات لا اما اربع سيدات. لما كمان شوف كم وزيرة عندنا، ست وزيرات. المهم مش بس انتصار. الست وزيرات، خليني اقول لك ان الست وزيرات بيعملوا قومي، دي مهمة جدا بالزبط. كمان بس كان عندك ملفين كمان دكتورة بسمة، الثقافة لأول مرة تمسكها امرأة، دكتورة إينس عبد الدايم، السياحة لأول مرة تمسكها امرأة. السياحة. فإحنا فكرة إيه دلوقتي؟ بصراحة سيادة الرئيس بيغير فكرة حدي أنهي ملف لأنهي سيدة. فبناخد يعني بيبقى الاختيار واضح إن الكفاءة، معايير الكفاءة لأنها مميزة. إذا كانت المرأة هي اللي بتتفوق في هذا الملف فبتاخده. فإحنا كده بنتحرك لملفات إيه مختلفة. خليني بقى أقول لك على المستشار الأمن القومي لسيادة الرئيس السفيرة فايزة أبو النجا، دي كانت بارقة من الأمل بالنسبة لينا إحنا السيدات، لأن طول عمرنا ملف الأمن القومي أو ملفات اللي هي بنقول عليها يعني هوت فايلز دي بتبقى في إيد الرجالة، صح؟ أول ما لقينا ملف أمني يعني ملف أمني. لما حضرتك عارفة إن إحنا على مستوى العالم في كام مستشار لرئيس جمهورية أمن قومي؟ في 12 على مستوى 12 العالم. على مستوى العالم إحنا واحد من 12. هل ده تقدم وانجاز عظيم. ده تقدم وانجاز مبهر. يعني احنا بقيتي تحطي اولا بتبصي على الساحه الدوليه، بتشوفي الاماكن اللي السيدات يعني مش موجودين فيها، بتشوفي الملفات اللي ممكن تاخدها السيدات اكتر. فانت خدتي 20%، طبعا احنا نفسنا في 30% برضو. يعني احنا نفسنا في 30% في المجلس الوزراء، ولكن التحرك في الملفات دي كان مهم. السيدة نادية عبده المحافظ، طبعاً أحلام سنين وسنين بنقول إن السيدات المصريات ممكن يتقلدوا منصب محافظ، ما خدناش محافظة صغيرة، ولكن السيدة نادية عبده خدت محافظة كبيرة جدا، محافظة البحيرة ومن أصعب المحافظات أيضا. فكده المرة الجاية ما حدش بقى يقدر يقول إيه، لا السيدات مش تاخد منصب المحافظ، لا السيدات ما ينفعش تاخد مستشار أمن قومي. فتحنا الباب بقى خلاص، اتفتح الباب. وبصراحة لو ما كانش فيه إرادة سياسية، يعني بأؤكد في كل مرة مقتنعة اقتناع كامل بأن المرأة المصرية إذا كانت على درجة الكفاءة تقدر تاخد كل الملفات دون أي تمييز،
فأنا يعني كان هيبقى صعب برضو التحرك في هذه الملفات. فأنا عندي إرادة سياسية موجودة قوية جدا جدا جدا، أعلى سلطة تنفيذية في الدولة هي رئيس الجمهورية، هو اللي بيقرر، هو اللي بيتحرك في هذا الملف. إذا كان عندي ده وعندك سياسة واضحة بمؤشرات قابلة للقياس، اعتقد انا في عصر ذهبي جدا جدا جدا. لو ما خدناش حقوقنا في العصر ده، اعتقد اجيال يعني احفادنا واولادنا واحفادنا هيبقى احنا ضيعنا فرصه كبيره قوي على ملف المراه. عندك في الدستور 25% للسيدات في مواقع في الانتخابات المحليه باذن الله، انا اتوقع هتبقى اكتر، 89% 89 نائبه في البرلمان، الانتخابات البرلمانيه القادمه هتبقى اكتر. كمان ميزة عندي ان في البرلمان يعني حق برضو شهادة لازم اقولها، ان عندي رجال مساندين لقضايا المرأة بيساندوا النائبات، مجموعة بتساند النائبات. طبعا عندنا ناس برضو لسه شوية مش يعني محتاجين شوية وقت عشان الاقتناع، ولكن الكتلة اللي موجودة في البرلمان من السيدات هتدينا فرصة بإذن الله المرة الجاية يبقى العدد نفسي هم 90 أو 89 دلوقتي، السنة الجاية المرة الجاية الدورة الجاية يبقوا 180 بإذن الله.